شوف، هنا أنا أكو كلام كثير يقال، وكلام لأول مرة راح أقوله، وما أدري هسه إن شاء الله يعني ما يسبب فتفهم خاطئ، لأن كلام شوية بحساسية. كثير من الإخوة ما يفرق بين شعر الردة وشعر النعي. بين شعر الردة، الردة الحسينية يعني اللطم، وبين شعر النعي اللي يقرأ الخطيب على المنبر. فيتصور البعض، هسه ما أقول الكل، أقول البعض ما يفرق. هاي كلمة البعض هو ما تستفز أحد. للمتلقي، متلقي وحتى الكاتب، وحتى بعض اللي ينظم، حتى بعض اللي ينظمون الشعر، بعضهم ما يفرق بين شنو اللي يريد الخطيب وشنو اللي يريد الرادود. وأنا من وجهة نظري القاصرة، ولعلي مخطئ بوجهة نظري، طبيعي أنا مو معصوم، ولكن وجهة نظري أنا مقتنع بها، عندي قناعة راسخة بها، أن شعر النعي اللي يقرأ الخطيب يختلف بشكل كبير جدا عن شعر اللطم اللي يقرأ الرادود. أكيد الأسلوب والبناء والفكرة والتناول، بناء فكرته، طريقته، مفرداته، صياغته، كل شيء يختلف. يختلف وجهة نظر. ولهذا أنا أعتقد الشعر المرتبط بالردة الحسينية متوفر وموجود بكثرة الآن. ها راح تصير دعوة. حلو، ولله الحمد. وطبعا هسه بعد ما دام دخلنا بهالموضوع لا بأس أقول إشارة، إحنا على أبواب محرم. إخوتي شعراء الحسين عليه السلام حقيقة أوجه لهم، شعراء قصائد الردة، أي شعراء الحسين يعني، ولا يتحسسون من أخيهم، هم خدمة للحسين وأنا خادم الحسين وإحنا خدام الحسين، بيناتنا نسولف في الواقع وبكل محبة وأريحية، ترجع من محبين اللطم والكل يشهد طبعا، وبكل محبة وأريحية وبدون شخصنة الأمور يو إشارة على شيء معين حتى يسائله، وأنا ما أقبل بذلك، ولا هم يعني اعتقد بطرح هذه الامور على العلن، هاي يكون بيناتنا نسولف بيها في الواقع، بس اشارات، اشارات بشكل عام، بشكل عام هاي الثقافه اللي راح اقولها ماخوذه من تراث ائمتنا عليهم السلام، وماخوذه من تاريخ الادب الحسيني كما الان سابين، انه الشعر الحسيني كلش كون واحد يدقق به، من حيث من كل الحيثيات، يعني من حيث افكاره، صوره، مفردات، كون تناسب اهل البيت. جميل جميل. يعني انا مثلا على سبيل المثال حتى الفكره تصير واضحه، مثلا اقرب التاريخ أحد الشعراء المهمين بتاريخنا الشيعة في زمن أمتنا عليهم السلام كتب شعر بأهل البيت يريد يبين بي غلامته، فقال ما بال بيتكم يخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب. فاعترض عليه إسماعيل الحميري، سي إسماعيل الحميري، وقال لثكلتك أمك لآل محمد يقال ذلك. أنت هنا قاعد تنطي انت قاعد تعطي طابع ذله هنا، نعم، تبين ظلامه حتى بالمصيبه. اكو فرق بين ابين ظلامه وبين ابين هوايه مصيبة. مهم هذا الشاهد تاريخيا، هوايه واحنا جاي نعيش هاي العالم. فاعترض عليه سيد اسماعيل الحميري، وسيد اسماعيل الحميري خبير بشعر اهل البيت، نعم، يعني حتى يقال لم يترك فضيله وصلته لعلي الا ونظمها شعرا، لان البعض يتصور لم يترك فضيله لعلي الا، هذا مو صحيح، حصر حصر بالفضائل، فضائل علي من يحصرها حتى لا، لم يترك فضيله وصلته لعلي الا، هو صاحب كرامه، فهو الرجل صاحب خبره بالادب والشعر، نظم الشعر بمجال اهل البيت، فلما يطرح هيك ملاحظه يعني حقيقه من خبير، ملاحظه دستور من هذه. خبير هذا الدستور المفروض ينظر لها بعين الاعتبار. دستور. الخلاصه ها يعني هالشاهد وشواهد اخرى على شاكلته موجوده. اللي يريد ينظم باهل البيت عليهم السلام مو مثل لما يريد ينظم بغيره، بعض الاحيان غير اهل البيت صوره معينه ممكن ان تستعمل معهم، يوم مفرده معينه ممكن ان تقال فيهم، اما بالنسبه لائمتنا عليهم السلام وضعهم خاص، الصور كون تكون صور مهذبه ومؤدبه وتليق بآل البيت وما تخرج عن الحدود، المفردات اللي تستخدم في الشعر اللي يكون بأهل البيت نفس الشيء. طبعا في المصيبه والعقيده والولاء والرثاء والشجاعه ونعمل العناوين اللي خليتها لها، لان هذا هو هذا شعر مجال البيت، هو هذا مجالات اللي تنظم بأهل البيت، هاي المجالات اللي تذكرت. الخلاصه يعني اي واحد ينظم اهل البيت سواء انا يعني هم انظم باهل البيت عليهم السلام وغيري، المفروض نحسب حساب ان نظمنا لاهل البيت يكون دقيق جدا، ونعيده مره ثانيه، نعيده مره ثالثه، لا بأس ايضا هم اطرح هذا اللي نظمته على مثلا بعض اهل الاختصاص او بعض اهل الذوق في هذا المجال، يو بعض أهل الخبرة والدراية، نعم، 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 في هذا، نعم، المجال، يو أكو شيء آخر هم أقوله لنفسي أولا ولإخوتي الكرام الأعزة الأحبة من شعراء أهل البيت عليهم السلام ثانيا، اللي أنا أقلهم وأستفيد منهم وأتعلم منهم، مثلا ماكو مانع من أن
نراجع شعر الكبار المعروف بالدقة والانضباط. والله جميل. يعني مثل شنو؟ يعني مثلا أرجع الديوان عبود غفلة أمير الشعراء، أشوف عبود غفلة شنو يقول. يوم مثلا فتلاوي، عبد الأمير الفتلاوي، يوم مثلا كاظم منظور الكربلائي، نعم، عبد الحسين أبو شبع، عبد الحسين أبو شبع، عبد الحسين الشرع، نعم، سيد عبد الحسين الشرع، يوم منه ذكرني بالنصار، اي ملحم النصارياتي مثلا، ما ادري ذكر هوايه ومن على شاكلتهم، يعني هو ومن على هذه الشاكله وهذا اللي بقت منهم عندهم ابيات خالده، هذا الطراز الثقيل. اي صحيح. احب خدمه الحسين، اموت على خدمه الحسين، اشرف خلق عندي بالدنيا واطيب ناس عندي بالدنيا هم خدام الحسين. اذا اشوف ابو موكب قلبي يرتاح، والله العظيم سعادتي بالدنيا أنا أشوف خادم من خدام الحسين، أشرف الخلق وأكثر الناس غيرة على أهل البيت من خدمة الحسين الكرام الأبراء. ماكو مانع أنه آني وأمثالي نطلع على ما كتبه هؤلاء ونشوف طريقة كتابتهم، لأن ما عرف عنهم أنهم يعني صار عندهم إسفاف في يوم من الأيام مع أهل البيت وكذا، بل شعرهم منضبط ودقيق ومحترم، لو بي كرامات ومكاشفات. فلا بأس أن نستفيد من هذه التجربة العظيمة الخالدة الرائدة الرائدة. شي هنا نهم أقوله، ما أدري أشعر يعني مهم، صدقني لما قرأت شعر المنظورات الحسينية الكاظم منظور بأجزائه الأربعة والخمسة الأربعة، صدقني أخ عبد الرحمن صدقني، شفت قصائد في شعر كاظم منظور الكربلائي هي عبارة عن روايات لآل البيت موجودة في أهم مصادر الروايات. صحيح. شو توجهها شيخ؟ مع أنه حسب ما أسمع من الحسينيين أنه أمي. كان أمي لا يقرأ، وهكذا عبود غفلة كان يقول عنه أمي، ولكن أقرأ قصيدة أشوفه مترجم رواية للشعر من أول القصيدة الآخر، يعني بادي من المستهل إن الآخر بيت اللي هو البيت السادس والسابع، عدد القصيدة كلها تلقى ستة أبيات كاملة، بادي بالرواية من المستهل مكمل الرواية بآخر بيت بالقصيدة. أي. شهد الله. أي نعم. بحيث يعني أقول شنو هالدقة، شنو هالروعة، شنو هاللوحة، شنو هالجمال، شنو هالذوق. حتى بالمصيبة زين، هذا أمي يقولون أمي. حتى بالمصيبة، حتى بالمصيبة أكو 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 أدب. كني بزينب غريبة وحايرة. كني شلون دقة؟ يعني هاي خاطب أمير المؤمنين، يا فاروق الديانة يا فاروق، هاي روايات. ايه؟ هذا اقتباس صح، هذا واضح الآن بالشعر، الآن بالدراسات الحديثة يعبرون عنه اقتباس. ايه؟ لو يعبرون عنه تناص. ايه؟ لفظي تناص لفظي. يا فاروق الديانة إلك عدنا أمانة، أهل البيت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالوا الإمامة الولاية أمتنا، هذا نفس بحثنا، إلك عدنا أمانة، عهد من عالم الذر هذا مضمونة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. شوف وين راح. ايه؟ نحبك لو على حبك. الإمام علي يقول لو ضربت خيشوم المؤمن كذا على أن يكرهني ما يكره، يبغضني ما يبغضني، لو على حبك يوذر. شنو هاي؟ يعني هو مستهل بآية وبرواية شوف شنو هذا؟ هاي بعد ما داخل، هذا بعد ما داخل بالقصيدة. المستهل عبارة عن ملحمة قرآنية روائية، هذا يدل على أنه شاعر جدا مثقف واعي قاري سام أو سامع سام أي سام من منابر صحيح، حاضر منابر، من منابر صحيح، يعني مبين يعني رجل من منابر صحيح، رجل راكز راكز راكز، بحيث حتى من ينضم لك قصيدة فالشي فاخر. يا فاروق الديانة إلك عدنا أمانة، عهد من عالم الذر هذا مضمون، عهد من عالم الذر هذا مضمون، يحبك لا حبك يقصر. ماكو مانع أنا إذا محسوب من اللي ينضمون على الحسين عليه السلام وغيري أن نراجع هاي التجربة الرائدة الناجحة ونستفيد منها، وتجارب الآخرين كعبود غفلة وعبد الأمير المنصوري وغير عبد الأمير، حتى المنصور الشيخ، حتى المنصور سبحان الله ذكرناه سبحان الله، سبحان الله. شو المانع أن نستفيد من هاي التجربة العظيمة ونستغلها؟ لا مولانا، أكو بعض الأحيان يعني أنت أكو قصة كرامة، قصة أو قصة الواقعة، تتحفظ القصة وتتعرف عليها. أنا أطفالي شيخنا، أنا خدامكم وخدام الحاضرين أطفالي، أكو بعض الأشياء عن حياة الأئمة أو أبنائهم أو بناتهم حفظوها من القصيدة. الله
والله يحفظ انه ترى هيك كان قصيده ترجم. اسالك بالله يا حسين مضمايرنا قصيده لو تاريخ كامل مشكله يجي يقول لك من شلون حوري بالزائر والخادم تاريخ قبر الحسين تاريخ زياره الحسين تترجم قصيده قصيده صارت شعار الشيعة ملحمه عقائديه تاريخيه شو تريد تقول عنها قول شو تريد تقول عنها قول هاي شنو من قصيده عبد الرسول محي الدين رحمه الله عليه مدرسة نطلع على هاي التجارب الفاخرة الرائدة ونستفيد منها ونحاول أن نكون مثلها أو مثلا قصائد الشرع أو قصائد السباك هو القصة كلها ذكرتني بشيخ معين السباك هو القصة قصة كلها والله شيخ معين رائع فاخر شيخ معين يعني فدفدنا جنب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة يا مهر حسين روح وياك خاف حسين ما يرضى لا إله ونطلع خيال يصير لعيون الزلم عرضة يا مهر شون خوي حسين ما يقبل بخاف أن المهر أزعل لكن أوتش بعلت الونده وين أخوي حسين بل أنا سكزب بالله لا مولانا يقول بعدين فك عينه بوجه زينب مش أقول شلون فك عينه لا إله إلا الله شاف عموما ليلة ولادة أي ليلة ولادة فالشعر الرد نرجع للكلام الأولي من بعد هاي الرسالة اللي وصلناها شعر الرد غير شعر النعي ها شعر الرد صورته تختلف مفرداته طريقته يختلف شعر النعي ما يحب صور كثيرة وخيال أكثر من اللازم شعر كون يضرب على وتر الإحساس أحسنتم يعني هذا بيتين ثلاثة أربعة مجاريد غيرها تكون تبتش المستمع ما يتحمل هلقد صور وهلقد كذا وهلقد هو شنو المشكلة الآن اللي قاعد نعاني منها خلي إيدنا على المشكلة ما يخالف خلي يروح القسم نص الأول منه بهالمواضيع حتى روح فاصل أي. فاصل ونرجع دور بحثنا أي. المشكلة اللي قاعد نعانيها الآن أكو كثرة يعني كثرة شعر في مجال الرد الحسين وهذا طبعا مو مشكلة طبعا نعم وخير وبرك نعم. ولكن المشكلة شحة أكو عندنا شحة بمجال النعي الحسين اللي يقرأ الخطيب على المنبر والبعض أنا أتكلم بلغة البعض حسب الظاهر ما يميز بين من يكتب هنا شنو هنا شنو أي هو بالنعي صح من يكتب نعي يكتب بذيك اللغة بذيك اللغة أي. فما يكون مؤثر ولهذا احنا هم ما نحفظه البعض يقول الريد أنا هواي نزلت شعر جديد يعني نعي جديد على المنبر كثيرا نزلت صدق يعني أكو عندك أبيات جديدة شيخنا كثير نزلت وليد شحلا ترسومه وليد شحلا ترسومه رد مرتوي من دمومه وديت بيض هدومه رد لي وهدومه حامرة إذا أقول لك شيء بدون مبالغة وهذا أنا ما مسوي أول مرة أسولف هذه المواضيع أول مرة أقول لك شيء حقيقي ما بدون مبالغة يعني حقيقة كما هي التعب اللي أمر به حتى أحصل على الشعر نعي شعبي وأحفظه وأنزله على المنبر لا يعلم به إلا الله تعالى واضح شوفوا ذني الأبيات ثقافتهن مال العرب تعرف شنو؟ ثقافة عرب ذني الأبيات عرب ذني الأبيات والتو عرب أقحاح أي أكابر صاحت وانا الذي سك بطريجه يا بي سك بطريجه اي سك بطريجه والريح لو لوح رفيجه شوف ايش قلت لك انا اي حكي عرب هذا عرب هذا عرب هذا ويا وانا الذي سك بطريجه والريح لو لوى احرفي ايش تردين اسمعني بالله اسمعني يا با والريح لو لوى احرفي جا يصل الهلي ويظهر نشيج يبا يصل الهلي 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 ويظهر نشيج يصعد البطحة ويشق زيجة يا با يصعد البطحة ويشق زيجة اسمع والله زيجة ويعز النبي ويخبر خديجة هواي يجيني شعر نعي بس أيه؟ مو الاريده يعني ادري هذا من اقراه على المنبر ما راح يكون له أيه؟ تاثير قوي فما حفظه الشعر هذا اللي اريده اللي ذائقتي تريده صدقني مرات اشعر باحباط لكثر ما احصله تذائقه شيخنا ذائقه خطره يعني ما احصل ذائقه خطره ولهذا انا ادعو من شعرائنا الكرام الاعزاء يهتمون بشعر النعي الحسيني النعي النعي
وهذا الفراغ يسدوه. ولهذا تشوفون انتم خطبائنا الى اليوم يعتمدون على ابن نصار رحمه الله عليه، والى الان يرجعون للفتلاوي. اي ابن نصار والفتلاوي وشيخ معين السباك الى الان بعدنا احنا نرجع ذاك الشعر، لان اكو قله. ما اقول ماكو يا اخوه، اقول اكو قله في مجال شعر النعي الحسيني. هذا الفراغ كون ينسى.